موسى عبد علي، مقيم في لندن، مغترب عن وطني. نحن في الغربة. أيضا هناك شعب في البحرين لا زال يقتل، هناك شهداء دماءهم لم تجف، هناك معتقلون لا زالوا في السجون الخليفية، هناك المئات من الشباب المطاردين، رجال الله المطاردين، هناك مئات والعشرات من شبابنا المغتربين عن وطنهم في جميع أنحاء العالم، هناك الكثير من شبابنا المغتربين الذين لم يخرجوا للإعلام. هكذا نحن نعيش الغربة في وطن لا تستطيع أن تحصل على حق من حقوقك في البحرين. كيف لنا أن نحاور مجرمين قتلة؟ هم من سفكوا دماءنا، هم من مارسوا التعذيب مع شبابنا ومع رموزنا الذين يقبعون داخل السجون الخليفية. لا زالوا هناك يقمعون، لا زالوا يعذبون، لا زالوا يمنعون. الأستاذ حسن مشيمع والدكتور السنقيس والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ الخواجة والعلماء أيضا لا زالوا تحت وطأة التعذيب، تحت سياط الجلاد الخليفي. كيف لنا أن نحاور مجرمين قتلة سفاحين؟ أنا مغترب عن وطني، حوار سلمان ولد حمد لا يمثلني.